بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، سعادة مدير التعليم، الزملاء الكرام، ضيفنا لهذه الليلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمل ليس مجرد تشريف ولا منصب للمفاخرة، بل هو تكليف وأمانة ومسؤولية. فأخي وزميلي الأستاذ سياف بن فايز المعاوي قد أثبت أنه بقدر المسؤولية والأمانة خير من تولى المناصب في هذه الإدارة، فشكرا لكم على جهودكم أبا غادة وعلى ما قدمتموه طيلة عملكم بإدارة العلاقات العامة بتعليم بيشة، والذي مثلتم الإدارة خير تمثيل في جميع المحافل والمناسبات. كنت أبا غادة كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود، فجزاك ما جزى العاملين المخلصين، وبارك الله لك وأسعدك أينما حطت بك الرحال. سعادة مدير التعليم، نستأذنك لإلقاء كلمتك في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زملائي الكرام، ضيفنا المحتفى به الأستاذ سياف بن فايز المعاوي، مدير العلاقات العامة بإدارة تعليم بيشة سابقا، حقيقة كلمات تعجز عن شكركم لما قدمتم خلال فترة عملكم في إدارة التعليم. رغم عملنا البسيط مع بعض، إلا أن كثير من الشواهد تشهد لكم من خلال ما وجدناه من عمل وتميز مؤسس لهذه القسم ولهذه الإدارة على مستوى تعليم بيشة. جسور التواصل كانت ممدودة مع جميع الجهات، سواء كان على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي. كل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بجهودكم المتميزة والتي كان لها الأثر الكبير في استقطاب كثير من الشراكات وكثير من البرامج وكثير من خلنا نقول خطوط التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة. ما كنتم تقدمونه في خلال فترة عملكم كان نموذج عمل متميز، عمل دؤوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودكم هذه بالتوفيق، وأن لا يحرمكم الأجر. والشكر الحقيقي لزملاء فريق العمل في إدارة العلاقات العامة في قسم العلاقات العامة على هذا الاحتفاء الذي أنتم تستحقونه حقيقة. فكرر شكر وتقديري للزملاء وكذلك لضيفنا المحتفى به على ما قدمه خلال فترة عمله. واجي من الله سبحانه وتعالى له حياة سعيدة وتوفيق في المرحلة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا سعادة مدير التعليم على هذه الكلمة. الكلمة الآن للمحتفى به الأستاذ سياف، فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحقيقة أنا كنت مجهز كلمة مكتوبة، لكن بعد كلامكم أنا يعني لازم أرتجي الكلمة. أولا شكرا من القلب لكافة من حضر، وهذا التكريم وهذا الاحتفاء راح يحتفظ به مدى حياتي. شكرا لكل من عمل معي في العلاقات العامة خلال فترة قضيت 27 سنة فيها من الاستمتاع بالعمل الكثير. عملت مع 5 مدراء تعليم لازم أذكر أسمائهم: أستاذ سيد بن عبد الخشيب، أستاذ سيد فرحة بن عثمان، أستاذ سعد بن سالم، أستاذ نايف الهادي، أستاذ خالد عبد الغامدي، وختام مع مسك مع الأستاذ سفر بن حمد. كل مدير تعليم تعلمت منه الكثير، والأهم من ذلك وهي كلمة لزملائي، عمل العلاقات العامة عمل أعتبره من جزء رئيسي في الأعمال اللي تقدم للمجتمع أو للمستفيد الداخلي والخارجي. الشيء اللي طول حياتي أنا يعني يمكن كان توفيق بعد دعوات الوالدين، الشيء اللي يعني خلال عملي في العلاقات العامة الشيء يمكن أنا أبغى زملائي يستفيدون منه الحقيقة، يعني هو لما التمس دعوة مراجع
كبير سن، يعلم الله أنها كانت يعني من الشيء اللي يسعدني، من الشيء اللي كان يحفزني للخدمة، بعيداً عن أن المسؤول ينظر لي ماذا أقدم في العلاقات العامة. في العلاقات العامة كان لي زملاء استفدت منهم كثير، وزميلات في الوزارة كان لي دعم، ومدارة التعليم كان لي دعم. قدمت الكثير في وقت لازم أنك يعني تكون فترة لك تعيد فيها كافة أعمال. وجدت الدعم في المدارة التعليم، عملنا بساعات طويلة في العلاقات العامة، العمل ممتع جدا، كان هناك دعم، يعني أنا ممنون لكل من دعمني. كلمة شكر لمن حضر ولزملائي في العلاقات العامة، زميلي أستاذ الديم تعاملت معه في الفترة الأخيرة للأمانة، يعني تركت هذا المكان لشخص قادر على تطوير غالي الداعي للوسط. شكرا لسعادة مدير التعليم اللي أعطانا من وقت الليلة واللي شاركني هذا التكريم. لما كلموني الزملاء للأمانة يا أبو محمد أنا يعني ممكن إحنا نشارك علاقات عمل في التكريم كله، لكن الليلة يمكن استثنائية بالنسبة لي. في مجال العمل الإعلامي أنا اليوم حبيت يكون معي شخص كان له بصمة، رغم أنه أصغر مني سنة، اللي هو الأستاذ عبد الله المعاوي، يعني طول 12 سنة كان عبد الله أثر فيه في مجالي الإعلامي غير العلاقات العامة. زملائي في الأمانة، في الشؤون الإدارية والمالية، في كافة الأقسام. أتمنى أن الكل خلال فترة عملي معهم أنه إذا تجاوزت أو أخطأت دون قصد أنهم يسامحون. أنا لازلت جزء من هذه المنظومة طال عمرك، يعني ممنون لإدارة التعليم، فخور أنني أنتمي لهذه الإدارة، وفخور أن ختامها يكون مسك معك طال عمرك. شكرا لكم جميعا، وحقيقة الكلمات تخوني يعني في تقديم كلمات، لكن أنا كلمت الأستاذ ديع قلت أنا جزء من هذه المنظومة، في أي تكريم زميل أو زميلة في أي مناسبة وأنا امتداد لهم في كل مكان. شكرا لكم. شكرا لك يا أبو محمد هذه الكلمة، والشكر أولا وآخرا لسعادة مدير التعليم الداعم الأول والأخير لنا في هذه المناسبة وفي جميع مناسبات الإدارة. سعادة مدير التعليم، نستأذن سعادتكم في تقديم الهدايا للأستاذ سيئة. يستاهل، بيض الله وجهه على ما سويته مع ابو غاده، هو يستاهل، الله يبارك.